وسط أجواء من الفرحة والبهجة احتفلت لوياك مع أطفال مخيم الفاعور للاجئين السوريين في لبنان ضمن أنشطة قافلة الفن بحضور العديد من الفنانين الكويتيين وبالتعاون مع لوياك لبنان. قافلة الفن استهدفت تأسيس فصول تعليمية تهتم بتعليم الأطفال الدراما الإبداعية والرسم والموسيقى والرقص على أيدي خبراء ومتخصصين تطوعوا لمساعدة الأطفال اللاجئين في تجاوز أزماتهم النفسية وتخطي مشاعر الخوف والألم. معنا للحديث أكثر عن هذا الموضوع الفنان خالد أمين. حياك الله ونورتنا. طول بعمرك. السكتة هذه علشان زين. وأيضا معي الفنان عبد الله زيد، حياك الله معنا. الله يحييك. نورتنا. الله يخليك. وأيضا الدكتورة ابتسام الحمادي من قسم الديكور المسرحي بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حياك الله ونورتينا. الله يحييك.